نحن نحاول كل جهدنا أن نمنع أي عنصر من العناصر يضرب المنطقة اليوم. وهذا شيء صدرت به أوامر صريحة من مجلس الأمن القومي الفلسطيني. أنا بنقول إنه السلطة كبلت نفسها بقرارات ظالمة في أوسلو، في شرم الشيخ وطابة وبلانتيشن، قرارات كثيرة. إحنا لا نبحث اليوم في هذه القرارات وهذه القيود، لأنه شعبنا بيعتبرها قد ماتت وانتهت في طي النسيان، والشعب كله لا يقبل العودة إلى ما كان قبل الانتفاضة، انتفاضة الأقصى. فلا بد أن يفتح الشعب الفلسطيني مسارا جديدا وطريقا جديدا من المقاومة لتحرير أرضه ووطنه ومقدساته. تم إرضاء الضغوط الأمريكية، هذا شيء آخر لا يعنينا. إحنا بعنينا أن يزول الاحتلال وأثار الاحتلال عن وطننا، فسنستمر إن شاء الله في المقاومة. فهذا هو قرار شعبي بكل الفصائل وكل التوجهات الفلسطينية. والله كثر من امثالك حبيبي، انت حط لي هنا يحيى، خذ عندك مو هذا عليهم. لا مش طالع فوق، بده يرجع.